السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء، واليوم نبدأ إن شاء الله بشرح شابتر 5 مادة الصوت. أول شغلة عندنا شابتر 5 هو فاول، تعريف الفاول، وطبعا راح ناخذ تمارين بنهاية الفيديو، أريدكم تقرونهم تجاوبونهم. الفاولز ار ساوند، هي أصوات produced with no obstruction to the air. احنا أخذنا هذا التعريف قبل، هي الأصوات التي تخرج بدون إعاقة لمجرى الهواء، يعني الهواء يخرج من الرئتين قبل اللي برا. بنقول اي تي تي توقف الهواء، بي توقف الهواء، أما أصوات العلة فالهواء راح يخرج بدون إعاقة. طيب English vowels classified، احنا أخذنا بالمحاضرات السابقة بأن الأصوات الصحيحة تقسم إلى place of articulation، manner of articulation والvoicing، هاي أشياء اللي تقسم لها أصوات صحيحة. أما أصوات العلة فعندنا tongue height, tongue position, lip shape and position، يعني هاي ذني كلش مهمات، يعني من نريد يعني أميز أصوات العلة شلون تختلف من بعضهم لبعض راح نقول له tongue height, tongue position, lip shape and position، هذني أيضا مهمات لأن يجي سؤال يعني أو فراغات، يعني شلون تقسم الأصوات صحيحة. زين بالنسبة لهذه التعاريف هنا صراحة بالكتاب ماكو، إذا أستاذك اللي بالجامعة ماخذهن احفظهن، ما ماخذهن لا تحفظهن. اللي هي عندك التنج هايت، ارتفاع اللسان، كلوز فاول، اوبن فاول، هذا الحكي كليته. طبعا عندك التنج فرونت، هذا الحكي كليته راح نتعرف عليه بهذا الرسم. ركزوا وياي الآن. لو جيت على هذا الرسم، طبعا مثل ما تشوفون قدامكم الآن، هذا الرسم عندك هنا اسمه فرونت، سنترال وباك، هنا عندك كلوز واوبن. طيب هذا هو شكل الفم، هذا الصورة، هذا الحلق، هذا شوف، هاي هنا على اساس الاسنان هيك، هنا هاي اللسان، هذا كل اللسان. طيب خلينا نفهم شنو الفكرة. الآن لو جاني هذا الصوت، هذا الصوت مميزاته باك وكلوز، باك وكلوز، شوف هاي مميزات منها تاخذهن. تتذكر الجدول اللي اخذته بالمرحلة بالبداية الدورة لما شرحنا، لما قلت لكم هذا فويس، هذا نفسه، هذا يخص اصوات العلة. الآن لو جيت إلى هذا الصوت، هذا الصوت هو فرونت وكلوز، فرونت يعني أمامي، يعني صاير قريب على الأسنان، إي. هذا الصوت هذا سنترال، مركزي، نعتبره هاف كلوز، شوف هاف أوبن يعني نص مفتوح، أها شوف، جاي لك هذا الصوت جاي لك أوبن، شنو يعني أوبن؟ يعني الفم مفتوح، بل خلينا ننطق. فعلا الفم مفتوح، قيل لك هذا الصوت، قيل لك الفم كلوز مغلق، مثلا نقول اي، فعلا يعني قريب جدا، اي شوف. فهاي الفكرة هيك، يعني هاي الفكرة هيك، يعني من هذا الجدول راح اطلع كل التفاصيل، وخصوصا هذين الاصوات طبعا هم راوندد، الشفاه تكون راوندد، يعني جر خط عليهم انه ذولا دائما راوندد، شوف او او ا ا كلهم يكونون راوندد. زين عيني. طيب الان هذول الاصوات، هذا الصوت لو رجعت اسوي له مميزات، هذا يكون كلوز ويكون فرونت، عفوا كلوز، هاف كلوز وفرونت يعني امامي مو خلفي، باك، هذولا باك، هذولا كلهم باك، هذولا اللي هنا سنترال وهذولا اللي هنا، هذا الشكل ينحفظ هو والاصوات بالتفصيل الممل. نفس الحالة من اقول لك راوندد، وانا ذكرت لكم من هي الراوندد، اللي هم هذولا الاصوات هم راوندد. طبعا هاي التفاصيل والحكي هذا كله تاخذهن منين؟ تاخذهن من جدول هذا، من هذا الرسم، هذا الرسم يسمونه كاردينال فاول، يسمونه كاردينال فاول. خاف يجيك تعريف when the tongue rising is felt half between front and back، هذا يسمونه كاردينال فاول.
الرسومات ذني اذا منطق ياهن الدكتور احفظهن، ما منطق ياهن لا تحفظهن. هنا عندك تعريف التنسفا، والحقيقة هو ما موجود بالكتاب. الجنس هي الأصوات العلة الطويلة، احنا ماخذينها أصلا اللونج فاول اللي هي الإي والأو، واللاكس اللي هي الشورت فاول اللي احنا أصلا أيضا ماخذينها. طيب أنا الشغلات المهمة واللي موجودة هاي المميزات تشوفونها كلها موجودة هنا، طبعا إذا تحبون تقرونها تحفظونها هيك، إذا أستاذك منطق إياها، أستاذك ما منطق إياها لا تحفظها. إنه بالكتاب ماكو ترى، بس بعض الجامعات يعطونهم يعني. هذا ناظر مخطط آخر نفس الشيء، ماكو كل فرق. شوف هسه مثلا هذا الصوت، هذا فرونت وهنا فرونت امامي، شوف فرونت، شوف هنا قايل لك هذن راوندد، ذولا على الجهه هاي كليتهم يكونون راوندد، شوف هذول كلهم يكونون راوندد. هنا ذن الملاحظات من الكتاب وكلش مهمه. اول ملاحظه، vowels are voiced، جميع اصوات العله هي مهموسه. Vowels must be learned، يجب أن نتعلم أصوات العلة من خلال الاستماع والتدريب، تقليد imitating. Vowels divided into، لأن كل الفراغات جايات بالامتحانات. Symbol و diphthong و vowel sequences، إذن أصوات إحنا أخذنا هاي من البداية، قلنا diphthong وقلنا vowel، هذا الحكي كله إحنا أصلا شارحينه. أصوات تتعدد البسيطة اللي هم يسمونها pure vowel تقسم الى لونج وشورت فاول، هاي الفراغات ترى مهمه يجن بالامتحان. خاف يجيك سؤال شلون نتعلم اصوات العله، تقول له وي كان ليرن باي ايميتينج، يعني الاستماع والتقليد، ايضا هذا موضوع مهم. النترلايزد فاول تعريف ايضا تحفظه، اللي هي اصوات العله التي يعني تخرج من الانف، بس تعرف يعني ما يحتاج من عندك ايش. طيب تقريبا هذا اني وين، هذا اني الشورت فاول، هذا اني وين كل اللي قدامك ا ساد، ايضا ميت، شوف هذا اني الطويلة، ديفثونج ذولا وين هم. خاف يجيب لك ديفثونج تعريف، هذا تعريف مالتهم، assembly vowels which consist from movement from one glide to another. هذا المخطط هم، هذا المخطط ما لا تحفظه، مو ما مطلوب يعني، ما مطلوب. طيب الان هذا الحكي كله ما موجود بالكتاب اخوان، اذا استاذك بالجامعه منطق اياه احفظ التعاريف، الرايزنج ديفثونج اللي هي انواع الديفثونج، إذا أستاذك منطقية أحفظهم، ما منطقية لا تحفظهم. وأنا نصيحتي الصراحة أقول لك لا تقرأ، لأن مو كلش مهم. بس نجي على هذا الترفثون، كلش مهم وموجود بالكتاب، اللي اسم آخر آخر يسمونه vowel sequences، يعني تتابع أصوات العلة. إحنا مش كنا ناخذ تتابع الأصوات الصحيحة، إحنا راح ناخذ تتابع أصوات العلة، لما يجيني أكثر من صوت علة سوية. طيب أولاً تعريف الترفثون تعريف كلش مهم. Is a glide from one vowel to the second vowel to the third. إذن هو انزلاق من صوت واحد إلى صوت ثاني ثم إلى صوت ثالث. إذن عندي ثلاث أصوات إلا واحدة راح يجي بصف الثاني. طيب نجي هسه عندي من هي الترفثونج؟ عددهم خمسة وهذول وين هم؟ الأي والشوا، إيا، آيا، أوا، آوا، و اوا. شوف حتى نطقهم غريب بصراحه، انت ما راح تقدر تدبر نطقهم، انا اقول لك اياها. اني يعني اني هواي اواجه بيه مشاكل لحد هاي اللحظه، هن صعبات. فانت نصيحتي لك تحفظ الصوت ومثال ويا، وهاي كلش كافي، بس هيك كلش كافي، فضل مثال كلش كافي. هذا الحكي كله لا تقراه، هذا تعريف الفرق ما بين الفاول والكونسوننت احنا اصلا ماخذينه، واصلا انا ممتحنكم به قبل، نفسه هو تعريف الفاول وتعريف الفاول وتعريف الكونسوننت، ايضا خاف يجيك بالامتحان، ايضا هذه اسئله ممكن تستفادون من عندها. الواجب تحلوا لي من 3 لحد ال 11 تحلوا لي اياهم، ذن الفراغات، وعاده تباعون على الكتاب وتحلون، مو مشكله، علم الزمع عادي. هذا الواجب كلش مهم ولازم تحلونه.
وإن شاء الله راح نسوي لكم تدريبات على أصوات العلة، تدربون عليها وتحلونها حتى نعرف شنو أخطائكم، ولا تنسون تحفظون لكل صوت مثال. إن شاء الله نسوي لكم امتحان بمادة الصوت يوم الجمعة، الجمعة إن شاء الله راح يكون الامتحان.